قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية في مادة الجبر وحساب المثلثات. موعدنا اليوم مع تمارين عامة، ونبدأ مع بعض ونشوف ازاي نتعامل مع هذه التمارين ونحلها مع بعض. نبدأ. السؤال الأول بيقول ايه؟ بيقول إذا كان لام وميم هما جذرا المعادلة س تربيع سالب 5 س موجب 3 بيساوي 0، عايز مني إيه؟ واحد، أوجد قيمة المقدار اللي هو لام تربيع سالب 5 لام زائد 7 زائد كام؟ 7. اتنين، كون المعادلة التي جذراها لام سالب 4 وميم سالب ايه؟ 4. يلا نبدأ ونشوف ازاي نتعامل مع هذه الايه المسألة. نبدأ نقوله لام جذر للمعادلة، يبقى لام جذر للايه المعادلة. طالما هو جذر المعادلة يبقى يحقق المعادلة، يعني ممكن نعوض عن لام مكان السين في الايه في المعادلة. اذا هنعمل ايه؟ هنقوله بدل السين نضع لام، يبقى لام تربيع في المعادلة ديت سالب 5 لام موجب الثلاثة بيساوي كام؟ بيساوي ايه؟ الصفر. طيب يلا نكمل. المقدار اللي هو عطهولي يقول لي اوجد قيمة هذا المقدار اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن لام تربيع سالب 5 لام موجب 7، موجب ايه؟ 7. انا هنحاول دلوقتي نوصل المقدار ده الى المقدار ده، يعني نوصل ايه؟ المقدار اللي هو لام تربيع سالب 5 لام موجب 7 الى المقدار اللي هو ايه قيمته بتساوي ايه؟ 0. طيب يلا نشوف مع بعض كده. هنقول يساوي، نعمل ايه؟ يبقى لام تربيع سالب 5 زي ما هي، ونيجي على السبعة ونعملها كام؟ 3 زائد 4. 3 زائد كام؟ 4. ليه عملتها كده؟ علشان قيمة المقدار ده هوت احنا جايبينه طلع بكام؟ بصفر. يبقى لام تربيع سالب 5 لام زائد 3، يبقى نطوعها بحيث ان هي تتوافق معايا، اصبحت لام تربيع سالب 5 لام موجب 3 خلاص زائد الاربعة. طيب نعمل ايه بعد كده؟ هنعوض، نضع بدل لام تربيع سالب 5 زائد سالب 5 لام موجب 3، نضع مكانه كام؟ صفر. يبقى صفر زائد الاربعة يديني كام في النهاية؟ ايه؟ الاربعة. يبقى قيمة المقدار ده كله يطلع بكام هنا؟ باربعة. طيب الجزء الثاني بيقول لي ايه؟ عايز مني يكون المعادلة التي جذريها كام؟ لام سالب 4 وميم سالب ايه؟ 4. طيب بنعمل ايه دلوقتي؟ علشان نكون معادلة من معادلة أخرى بنعمل ايه؟ بنبتدي نجمع الجذرين بتوع المعادلة الأساسية اللي هو عطوها لي ونجيب حاصل ضربهم. بداية تعالوا نقولوا لام زائد ميم، لام زائد ميم بتساوي سالب ب على الألف، سالب ب على الايه؟ الألف. يبقى سالب سالب 5 سالب سالب 5 على الواحد، يبقى سالب في سالب بموجب، يبقى الناتج يطلع ب 5. يبقى اذا لام زائد الميم بيساوي كام؟ 5، اللي هم بتوع الايه المعادله الايه المعطاه اللي هو عطوها لي. طيب نجيب حاصل ضرب الجذرين. حاصل ضرب الجذرين عباره عن ايه؟ لام في ايه في ميم بيساوي الحد المطلق على معامل السين تربيع. الحد المطلق على معامل السين تربيع، الحد المطلق هنا كام؟ 3. معامل السين تربيع بواحد، يبقى 3 على الواحد يديني كام؟ ايه؟ تقريبا انا كده جبت مجموع جذرين المعادله المعطاه وحاصل ايه؟ ضربهما. بعد كده نتكلم على المعادله اللي هو طالبها، اللي هي معادله ايه طالبها. بنعمل ايه؟ بنجمع الجذرين، نجيب الجذرين بتوعهم ونجمعهم، يبقى نقول ايه؟ لام سالب 4 موجب ميم سالب 4. نكمل، يبقى نقول لام زائد الميم وناخده مين؟ سالب 4 وسالب 4 بسالب 8 بيساوي لام موجب ميم، قيمتها هنا من عند عطاها لي بكام؟ بخمسة.
يبقى نقول لام زائد ميم بخمسة، نحط خمسة سالب تمانية، خمسة سالب تمانية يديني كام؟ سالب ايتا. تبقى اذا مجموع جذري المعادلة المطلوبة طلع بسالب كام؟ بسالب ايه؟ بسالب تلاتة. طيب الخطوة اللي بعد كده نبتدي نجيب حاصل ضرب الجذرين بتوع المعادلة المطلوبة، اللي هما مين؟ اللي هما لام ناقص أربعة مضروب في ميم ناقص ايه؟ أربعة. يلا نبتدي ايه نفك، فكوا مع بعض كده. لام في ميم بلام ميم، ولام في سالب أربعة بسالب أربعة لام. نضرب سالب أربعة في القوس يبقى سالب أربعة في ميم بسالب أربعة ميم. سالب أربعة في سالب أربعة يديني موجب كام؟ 16. طيب نيجي هنا ونعمل ايه؟ نكتب لام في ميم زي ما هي، يبقى لام في ميم زي ما هي، وبعد كده هناخده من هنا سالب أربعة عامل مشترك ونجمع ونشوف مع بعض كده. يبقى لام في ميم هنحطها زي ما هي، هناخده من دول سالب أربعة عامل مشترك، هتبقى لنا ميم زائد لام زائد الميم، لام زائد الايه؟ الميم زائد 16، نحطها زي ما هي. هنبتدي نعوض على اللام في ميم بكام؟ لام في ميم بكام؟ بثلاثة. سالب أربعة مضروب في لام زائد الميم بيساوي خمسة، الخطوة ثلاثة، سالب أربعة في خمسة اللي هو لام زائد الميم زائد الكام؟ 16. الناتج يطلع في النهاية بيطلع بكام؟ بسالب إيه؟ بسالب إيه؟ واحد. طيب المعادلة في هذه الحالة هتكون عبارة عن إيه بقى؟ س تربيع سالب س تربيع موجب 3 س سالب 1 يساوي كام؟ ايه؟ الصفر. طيب نشوف المسألة اللي بعد كده. مسألة بما أن المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، هو قائم الزاوية في ايه؟ في ب. بنستنتج ايه؟ بنستنتج أن قياس زاوية الألف زائد قياس زاوية الجيم بيساوي كام؟ بيساوي 90. أيوه، يبقى قياس زاوية الألف زائد قياس زاوية الجيم بيساوي كام؟ 90. طيب طالما عندي زاويتين مجموع قياسهم 90، إذا جا الأولى بيساوي جتا التانية، أو جتا الأولى بيساوي جا التانية. يبقى نستنتج إيه بقى؟ نستنتج أن جا ألف زائد بتساوي جتا جيم. يبقى تاني مع بعض، لما يكون عندي زاويتين مجموع قياسهم 90 درجة، بنستنتج أن جا الأولى بتساوي جتا التانية. طيب نكمل هذه العلاقة. طيب احنا هو عاطيني في المعطيات، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان جا الف زائد جتا جا الف زائد جتا جيم بيساوي الواحد. جا الف زائد جتا جيم بتساوي كام؟ الواحد. كلام جميل خالص، كلام حلو. هنبتدي نعوض عن الجا الف هنا بالجتا جيم. الجا الف هنعوض عنها بالجتا ايه؟ جيم. نكمل. يبقى اذا بدل الجا الف نضع مكانها جتا جيم. يبقى جتا جيم موجب جتا جيم بيساوي كام؟ الواحد، اللي هي العلاقه ديت. طيب جتا جيم وجتا جيم يديني كام؟ ايوه يديني 2 جتا جيم، كل ده يساوي كام في النهايه؟ في الواحد. اذا من هنا لو قسمنا على الاثنين يبقى جتا جيم بتساوي 1 على 2 بتساوي نص، يبقى جتا جيم بتساوي ايه؟ نص. طيب ايه هي الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ ايه هي الزاوية اللي الجتا بتاعتها بنص؟ اذا الزاوية هتكون بكام؟ ب60. يبقى الزاوية هتطلع بهنا بكام؟ ب60 ايه؟ ب60 درجة. طيب تمرين اللي بعد كده بيقول لي ايه التمرين؟ بيقول لي ابحث اشارة الدالة اللي هي دالة السين بتساوي 10 موجب 3 سين سالب سين تربيع، ثم اوجد مجموعة حل المتباينة دالة السين أكبر من أو إيه أو تساوي إيه؟ الصفر. مسألة جميلة ولذيذة. خلاص بتشمل حاجتين، إيه؟ إشارة الدالة، وتشمل كمان إيه؟ حل متباينة الدرجة الثانية في متغير واحد. نبدأ الأول نبحث إشارة مين؟ الدالة اللي هو عطاها لي. واضح إن الدالة اللي قدامي ديت دالة إيه؟ مش مترتبة. هنبتدي إيه؟ دالة هيت، ونحاول نتكلم عنها ونبحث ايه اشارات. طب عشان نبحث اشارة الدالة بنعمل ايه؟ هناخد الدالة ديت ونوضحها بتساوي كام؟ صفر. يبقى نقوله بوضع الدالة اللي عندنا، الدالة نحطها بتساوي صفر. اذا س تربيع موجب 3 س موجب 10 بيساوي صفر. طيب بتضرب في سالب 1 عشان يكون معامل س تربيع موجب، اضرب في سالب 1 يبقى المعادلة هتبقى تتحول تبقى س تربيع سالب 3 س سالب 10، كل ده يساوي كام؟ الصفر.
نبتدي طبعا ديت بتتحلل، خلاص نشوف مع بعض، بتتحلل نحلل، ما حللش بنشوف ايه المميز ونشتغل معاه. طيب يلا نبينا نحلل هذه المعادله. س تربيع عباره عن س في س، سالب 10 او ال 10 بتساوي 5 في 2، الفرق ما بينهم كام؟ طبعا الاشاره دي سالب، يبقى الفرق ما بينهم اللي في النص، الفرق ما بينهم كام؟ يبقى 5 ناقص 2 3، صح كده؟ طيب اشارات، طالما اشاره الحد الاخير سالبه يبقى العدد الكبير فيه بين منهم ياخد اشاره الحد اللي في النص والتاني ايه؟ التاني عكسه. اذا الخمسه هتاخد السالب والاتنين تاخد الايه؟ الموجب. ومنها هنطلع مين بقى؟ نطلع قيم السين او الجذرين بتوعنا، يبقى من هنا هنطلع مين بقى؟ السين. سين بخمسه وسين بكام؟ سالب 2، يبقى انا كده عرفت الجذرين. يبقى عندي سين بتساوي 5 الداله هتساوي 0، الداله هتساوي 0، وعندها سين بتساوي سالب 2 الداله برضه بتساوي 0. خط الاعداد قدامك اهوت، وحاطين عليه بقى ايه الحاجات اللي هنشتغل عليها. هنلاحظ ايه بقى خط الاعداد؟ هنلاحظ ان هنا الجذر الاولاني اللي هو سالب 2 والجذر الثاني اللي هو 5، خلاص، وبينهم خلاص اتفقنا دايما اللي بينهم ده هيكون ايه اشارته عكس اشاره معامل السين ايه؟ معامل السين تربيع، واللي هنا واللي هنا مثل اشاره معامل السين تربيع في الداله الاساسيه، في الداله الايه؟ الاساسيه. كويس؟ طيب يلا نشوف مع بعض، نتعاملوا مع بعض. تعالوا كده نبحث اشاره الداله، يلا نكمل. اول حاجه داله السين بتساوي صفر. امتى داله السين من خلال الرسمه اللي قدامنا بتساوي صفر؟ اذا كانت السين بتنتمي لمين؟ لسالب ايه؟ تنتمي للمجموعه اللي فيها مين؟ سالب 2 والخمسه، سالب 2 والخمسه، يبقى عند سالب 2 الداله بتساوي صفر، وعند الخمسه برضه الداله بتساوي ايه؟ صفر. طيب تعال نشوف امتى الداله تكون موجبه. الداله موجبه فين؟ خد بالك معايا من الرسمه وشوف الداله موجبه فين. الداله موجبه في الفتره من سالب 2 لحد 5، من سالب 2 اهو لحد 5، بس فتره مفتوحه لان سالب 2 وسالب 5 مش معانا، بكل واحده بتساوي صفر، يبقى مش داخل الايه؟ الفتره بتاعت مجموع. يبقى هنا س داله السين اكبر من صفر يعني موجبه لكل س مالها؟ بتنتمي للفتره من سالب ايه؟ من سالب 2 لحد ايه؟ و5، فتره مفتوحه من سالب 2 ل5، لان هنا قلنا هنا اهوت سالب 2 وال5 عندها الداله بتساوي كام؟ صفر. طيب فاضل ايه دلوقتي؟ الداله هنقوله سالبه. الداله سالبه بطريقتين، في طريقه هنقولها مع بعض كده، هنقول كل الاعداد الحقيقيه، خلاص كل الاعداد الحقيقيه اللي هي خط الاعداد كله بس ما عدا الايه؟ الفتره المغلقه منين؟ من عند سالب 2 لحد 5، الفتره دي كلها كانك بتشيل دي كل ده من مجموعه الاعداد الايه؟ الحقيقيه. بتشيل من اول سالب 2 مغلقة لحد الخمسة برضه مغلقة، لأن هي عندها إيه؟ جزء بيساوي صفر والجزء الثاني بإيه؟ بيكون إيه؟ موجب. طيب كده أنا عرفت إيه؟ بحثت إشارة مين؟ الدالة. كده أنا بحثت إشارة الدالة. طب فاضل لي إيه؟ فاضل لي عايز مجموعة حل هذه الإيه؟ المتباينة. يعني عايز بيقول لي هات لي مجموعة حل المتباينة اللي هي كام؟ 10 زائد 3 س سالب س تربيع اكبر من او تساوي صفر، اكبر من او تساوي الايه؟ الصفر. طب هو عايز عايزها بقى هي نفسها، خلاص، لان هنا طب عايز منها ايه؟ عايز امتى تكون موجبه وفي نفس الوقت تساوي صفر، يعني اكبر من او تساوي الصفر، اكبر من او تساوي الايه؟ الصفر. فين؟ هتلاقيها منين؟ هتلاقيها من اول سالب 2 مغلقة لحد الخمسة ايه؟ مغلقة. يبقى هنا نقوله مجموعة حل المتباينة اللي هي دالة السين اكبر من او تساوي صفر هي خلاص فين؟ من اول سالب ايه الفترة المغلقة؟ سالب 5 وايه؟ سالب 2 و5، سالب 2 وكام؟ و5 فترة مالها؟ مغلقة، فترة ايه؟ مغلقة. طيب نشوف التمرين اللي بعد كده.